كسفراء ان احنا ننشر توعيه في اي توبيك او في اي مشكله عامه، وان احنا كده كده ان احنا ننشر التوعيه عن المبادره نفسها، نعرف الناس المبادره وان هي بتقدم فرص عمل للشباب وكل الكلام ده. بس في كوب 27 بالذات ان احنا ننشر توعيه عن الجلوبال ويرمنج او الكلايمت تشينج، ان احنا نعرفهم ان دي مشكله كبيره فعلا بتواجهنا، وان احنا ممكن من اصغر حاجه ان انا بس مش هرمي حاجه في الميه، وان انا مش هرمي حاجه على الارض، واني حواليا اما اشوف حد بيعمل كده اوعيني ده غلط. كل خطوه صغيره من دي بتفرق جدا في المناخ بتاعنا. التطوع بالنسبه لي بقى جزء اساسي من حياتي، لان انا كزياد انا دايما لازم عشان اعرف اتعلم لازم احط نفسي في موقف غريب، موقف جديد، حاجه انا مش متعود عليها. فكل ما احط نفسي في موقف الجديد ده انا ما بكون مش متعود عليه، بس بتاقلم وبضطر اني اطلع متعلم حاجه. فطريقه حلوه قوي ان انا اقدر اكتسب بيها خبره طبعا، واني اتطور كنفسي على مستوى الشخصي وعلى مستوى العملي.